من احتفالات محافظة البحر الأحمر إلى احتفالات محافظة الأقصر، دلوقتي هنتابع قداس عيد الميلاد واحتفالات الكنيسة في المحافظة وتقرير خاص لبرنامج صباح الخير يا مصر. نقول كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا وتجونا في المواسم والأعياد الدينية والأعياد القومية، ودي هي طبيعة مصر. مصر بخير بشعبها وبكل المحبين اللي هم بيقدموا محبة خالصة، لأن شعب مصر شعب عريق يعني امتد إلى عبر العصور، وهو انفرد في الإنجيل آية لمصر يقول مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر، دي حاجة مخصوصة وربنا حاطط عينه على مصر. ونقول لكل المصريين كل سنة وانتم طيبين، وعود عليكم الآن بخير وتعيشوا وتجون القناة وانتم طيبين. نبارك ونهنئ الإخوة الأقباط وعلى رأسهم الأنبا يوساب والقائمين على الكنيسة، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير ومصر في أمان واستقرار. طبعا مناسبة عيد الميلاد المجيد دي مناسبة قيمة ذو قيمة كبيرة جدا لمصر، وهي طبعا بتمثل كل المصريين، وهو عيد ميلاد مجيد للكل. ويا رب كده دايما أعياد الميلاد المجيد تبقى سعيدة علينا دايما، وتجيب لمصر كده يا رب كده الأمن والأمان والخير، واجعلها سنة سعيدة طبعا، لأنها هي بتواكب مناسبة عيد الميلاد المجيد أنها في بداية أول سنة قبطية بتبقى من السنة. كل سنة وكلنا طيبين، كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة وفخامة الرئيس طيب، كل سنة والشعب المصري كله سعيد ومبسوط، وأرض مصر كلها خير، وزي ما مكتوب في الكتاب المقدس المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. احنا النهاردة بنقول احنا في عيد السلام، والمسيح جه برسالة السلام، فاحنا بنقول مصر طيبة، يا رب مصر بخير دايما، يا رب شعب مصر دايما بخير، جيشها وشرطتها وكلها دايما يا رب كلنا موفقين في ظل حماية ربنا في الأول، وفخامة الرئيس دايما رعينا وسندنا واقف في ظهرنا دايما.